فنان مسرحي متميز اختار الفن التشكيلي ليصبح حياته، درس الفنون الجميلة هيك. حياكم الله، حياكم الله يا مرحبا بك. عاش من شافك، عاشت ايامك الغالي ابو علي يا استاذنا حبيبي على راسي. حياك الله، حياك الله. شو اخبارك دكتور؟ شو مسوي هالايام؟ شو جديدك؟ طبعا تعرف استقر الحال فيني، انا ادرس حاليا في الجامعه. جميل. يعني اذا في نشاط تشكيلي طبعا اذا ظروف تسمح اطلع من الجامعه. شو وداك للتدريس؟ انت غاوي تدريس ولا يعني انا بعرف يعني بالنسبة لك؟ والله شوف علي، أنا اشتغلت 23 سنة في التربية وعشر سنوات انتدبت الشباب والرياضة. الحمد لله الآن أنا أستاذ، يسموني أسيستنت بروفيسور، أستاذ مساعد. حلو. والحمد لله الآن هذه السنة الثامنة تقريبا، يعني أخرج يعني الحمد لله كذا جيل خرجت يعني. حلو. زين وينك على المسرح؟ المسرح يا أبو علي، انت من تاخذ شهيق احس عندك شيء يعني، على قولتهم قلبه متروسه. المسرح موجود ومش موجود؟ موجود يعني، يعني انا بجسمي موجود لكن ما عاد المسرح مثل زمان. يعني قد تكون ادواتي، وانت فنان ومخرج وتعرف، قد تكون ادواتي ما تسعفني زي زمان، ما اقدر اتنطط واسوي والى اخره مثل قبل. يعني نقول الايقاع اختلف، ايقاع طبعا طبعا يعني واحد يعترف بنفسه، لكن نفس الوقت ابقى من الداخل انا مبدع اتحرق ابغي حي الله عمل. وتبغي انت وابغي اعمال، وعندك هذا الشغف موجود. ابغي اعمال ما ابغيها يعني، تبغي جماهيريه عليك ايش دراك. انا عارفك انت تحب الاعمال الجماهيريه والشعبيه. الحمد لله ابغى اشوف نفسي فيها. نعم. الان ابغي انا انطلق، الحين هناك هم يقول انت حرك روح مني من، ابغي انا بنفسي انطلق. ايه. فالمشكله ما بلاقي هذا الجو يا ابو بي الوقت يوسف. ما يعني اعتقد انا يعني ترى هذه اوقات يعني شخصيات مثلكم انت وشرواك وذيله يعني بهذا السن محتاجين ايضا حتى في السحب. نبغي انا محتاج الى كرسي، كرسي مال الشواب هذا. لا والشواب اثنين وياي والله نسولف نضحك ونتذكر السوالف هاي كلها. اذا على كمسرح، كمسرح اذا على تتذكر، انا جايب لك الحين بنفتح عن هالذكريات الجميله زين وبنشوفها في ذكريات بنشوفها. بس انا موجود مش موجود ما ادري يعني. لا وحتى كله عنك انت. اوه مثلا، مثلا شوف فتحت الصفحه يلا قول لي هاي المسرحيه. هذه المسرحيه يسمونها اين الثقه. اها. وأقول لك المكان في جمعية الشارجة الفنون الشعبية والمسرح القديم في المصلى. في المصلى نعم. وشوف الميكروفون ايش كبره ايام زمان، يعني كان حسين المكارم. انت عريته ممثل. وصفوة زكي. انا ممثل. اقول لك شوف ايش كبره الميكروفون. كان ممثل. اقول لك زين كبر راسي شوف ايش كبر الميكروفون. زين قول. وكان الموضوع انا ذاك في بداية قبل اروح القاهرة، انه يعني كيف الواسطه هذيك الايام. أيوة. والمهور وتعرف هاي المواضيع الشعبيه، المواضيع الشعبيه اللي. نعم. كانوا يعني يتناقشونها ويداولونها في المجتمع. صحيح. انا ذاك يعني. ننتقل للصوره الثانيه. هاي الصوره في القاهره في ميدان التحرير. أيوة. وصلنا القاهره الساعه 6:30، نحن 7:30 نتمشى في ميدان التحرير. ما شاء الله. يعني ما بعد ما ريحنا ما كله كذي، ها شغلنا. ايه ايه. اول ما رايحين مصر. طبعا. وهذا انا شوف ايام النظارات يعني، لكن شوف الصوره ايش قال يعني، وشوف ميدان التحرير، شوف المنطقه هذه. سنه كم هذه؟ هاي سنه 72. ما شاء الله. 72 73 ايوه كذي يعني. طبعا انا حضرت حرب اكتوبر هذه السنه هذه، طبعا اتذكر تماما يعني. انا كنت مشارك في الحرب ولا لا؟ لا انا شارك في الحرب. شو شافع عشان الحرب وين ولا اشوف انا تو نتكلم انه حق على الله زين حق القصف العشوائي. القصف العشوائي. وبعدين ابكي اصبغ درايش ازرق وعسى ما يشوفنا العدو مش عارف ايش امور كثيره. طبعا ننتقل للصوره الثانيه. الله هذا عمل مالي في سانت لويس ميزوري في امريكا. هو بستر ايوه ايام الماجستير. والسانت لويس ميزوري مشهوره بالارتش، وكان مطلوب عليه بروجكت مشروع، رحت واشتغلت عليه يعني. فسويت هذا الطوب على اساس حكايه الارتش.
والجلسة عبارة عن أرش طبعاً. بس أنت الصور ما يخصها، أنت تذكار يعني متيارس الصور. طبعاً طبعاً. يعني مو من ضمن المشروع أنت. لا أنا ما من ضمن المشروع، لا لا ما يخصني. يعني بس الأرش. لا لا الحمد لله أنا مسلم. الفن التشكيلي في الإمارات. هذا كتاب سجلت التشكيل الإماراتي بفنانين وعملت يعني دراسة نقدية لكل أعمال الفنانين الموجودين والزملاء اللي كانوا كتوثيق يعني. كتوثيق أولاً. هذا وراح يطلعون بعضهم ثلاث كتب الان في الطباعه، ثلاث ما كتب شاء الله. عن تغطيه الجيل الثاني والثالث. حلو. هذا الجيل الرواد تقريبا يعني الموضوع، ونفس الوقت هو طبعا هالكتاب والثلاثه الباقيين العربي والانجليزي هم مقررين على طلبه كليه الفنون الجميله في الجامعه عندي، وهذا طبعا كثير مبسوط انه الطلبه يسالون يعني خليتهم ضمن المنهج طبعا. ضمن المنهج طبعا. أيوة. هذا وبالتالي كثير انا سعيد اني اشوف يعني كتبي هي بسيطة ولكنها بالعكس توثيق جميل يعني. صفحة وتوثيق الحمد لله رب العالمين. محتاج يوثق الفن في البحوث بانهم يعني. يشتغلون على الكتاب صحيح. هذا جميل أيضا يعني يسعدني ويشرفني أني أكون أستاذ في كلية الفنون الجميلة والتصميم جامعة الشارقة، وهذه البدلة اللي لابسنا الآن هي بدلة التخرج. نحن الأساتذة ودكاترة اعتبر أنا أستاذ بدلة التخرج؟ هذه تحرت والله دور في مسرحية. لا لا مو دور، هاي بدلة الدكاترة والأساتذة نلبس البدلة هذه. هذه كل نوقف مع الدكاترة والأكاديميين وندش بصفوف معينة ويكون علينا طلبة وشذي ويحيونا طلبة. بروتوكولات خاصة بالتخرج. بس ما في كاب فوق. الكاب موجود بس أنا مشكلتي الكاب يعني يودينا ورا، أنا كنت واحد ناس يضبطوا لي البدلة من ورا يعني يضبطوا لي إياها بالهذا. الحمد لله كاب موجود بس يعني. ويوسف خلصنا من الذكريات الجميلة والذكريات اللي دائما ترجع الواحد على الخلف. نعم. والحب انتقل لفقرة ثانية، إيش رأيك؟ حاضر لشوف فقرة تعرف شوف المنتقلين نشاط. أنا كلي نشاط وحيوية. أنا قلت شيء. أنا سموني أبو النشاط. أي أنت جاهز؟ جاهز. يلا. وأنت جاهز؟ أنا جاهز. يلا كنا جاهزين يعني. تفضل. حيا. دكتور خلصنا من الذكريات وينا حق المشغل مالك. على قولتك هذا المطبخ صح ولا؟ صحيح. اللي فيه الافكار وفيه التجلي وفيه كل شيء. احنا ابغيك تشرح لي انا، احنا اشوف وايد ادوات على شيء احنا من هذيلة نطلع هالنموذج الجميل، انت اشرح لي بس هذا انا خله ابغى افهم بعد ما تدري من ايه. اول شيء هذا العمل ابو علي اسمه غزلان الوادي. غزلان الوادي. غزلان الوادي دائما الغزال بالطريقه هذه في مثل تقرون شغلات امور هذه. طيب المهم مش حكايه التعبير ولا انا ما من الناس اللي يحبون يسمون اسم العمل الفني. الفكره اني انا اتعامل مع الطبيعه ودائما من الطبيعه رجع للطبيعه بشكل ثاني. يعني تعودت تشوف مثلا الكربه في النخال، تعودت تشوف هذا العسو مال الرطب، تعودت تشوف الحبل الكمبر هذا بس انا اشوفه بشكل اخر. ونفس الوقت أنا أؤمن لأن أنا ما بين البر والبحر دائما. صحيح. أؤمن أن هذه الأشياء أعيد للطبيعة بأشكال ثانية تختلف عن المخزون البصري اللي عندك موجود. وأعمل لها رجول. فصفة الرجل تأتي أنك أنت ما زلت على الحياة. الله يحفظنا يحفظ المسلمين اللي يكون إنسان في نهاية الأخيرة فيسكرون رجله ويعني ويده وهذا تكون النهاية. وهذه جت من الفلسفة المصرية أنه دائما يسوون المومياء بالطريقة هذه ويحملون التابوت نفس الشيء فتحسنا في داخل سبيس الفراغ موجود في شيء. صحيح. لكن داخل القبر باعتبار أنه يعني الفراعنة يؤمنون بالحياة ما بعد الموت يسوون الناس على دار مدار القبر دائما رجل خطوة الأمام معناته يتحرك سواء الملك او الملكه او يعني قصه الملك مرسومه على الجدران المصريه القديمه اذا تشوفها كلها يعني في خطوه شي واحد خطوه قدام معناته هو قاعد يتحرك. لذلك هي الفلسفه جاءت من الموضوع هذا اني اؤمن الاشياء انها
تعمل ايقاع داخلي، تعمل لما ما زالت مستمره. لذلك هي اعمالي كلها من الطبيعه للطبيعه. وهذا الكمبار تعرفه كان يوم من الايام في النخله ليف، والكربه هذه كانت يوم في النخله يوم من الايام، والاشياء اللي شو قدامك كلها رجعها للطبيعه بشكل اخر. تعمل حياه للجمود زي الموجود حوالينا. طبعا زي اذا انا بغيت اسوي يعني مثلا على سبيل المثال ابغي استخدم من الادوات هذه يعني علشان يطلع لي هذا المجسم الجميل او هذا النموذج الجميل، شو استخدم يعني؟ شوف انا بخليك تفكير لوحدك انت زي. انت فكر، ما راح اتدخل لان ما احب اثر عليك من الداخل او حتى اقول سو ما سو، لا، لان الحاله اللي يعيشها الفنان، الحاله الابداعيه ما يرضى حد يتدخل فيها اكيد، لانها تكون مباشره للانسان نفسه وتكون هي الحاله، هو اللي يعبر عن دواخله. ايه اقول لك تعرف تسوي الحين، انت بتسوي يلا طاح ولا شوف الكهرباء هذه، شوف بسيطه زين، ايش ماخذ هاي جاهزه احسن لي؟ لا تشتغل ما في شيء. يلا حاول تستخدم هذا وتشتغل، تسوي لنا شغله متحركه. يلا يصير اغش؟ لا ما يصير تغش. بس يعني روح اسوي حط شغل اشتغل شغل شنو هذا الدريل شغله الدريل ايه شغال ايوه حاول تسوي يعني مثل يعني اسوي لك بعض الفتحات اضافيه يعني حاول. تبغاني اخبق الاداي؟ اي حس كيفك انت الان، ابدع عليك براحتك. ما تخترب؟ لا ما تخترب ان شاء الله. انت تقول على حالتي صح ولا؟ ما يخصني، هي حاله الان تعيش الحاله، لا انا انتظر الحاله الحين. كمل قطعه. سويت اثنين. اي زين سويت كمل قطعه. ها؟ يلا كمل. ابغى اشوفك كيف تتحرك عندك. يعني انا زين عيبتني كذي ما ابغى اضيف. لا ما سوينا شيء، حتكون جامده. لا بالعكس انا قاعد اشوف فيها شيء. لا اوكي بستخدم العوال. يلا اشتغل اشوف راوني، ابغى القطعه تتحرك. القطعه تتحرك؟ اسويها. ايوه يا اخي خاف تنكسر. ما تنكسر لانها بالطبيعه عادي، خاف تنكسر. صح. الحين نقول هاي مثلا الريول مثلا. ايه زين زين كيف توقف الحين؟ كيف تحركهم؟ ايوه اوكي اصبرت الحين. شوف الحين انا ممكن اجلسها على الطاوله. يلا حطها بثلاثه. شو رايك؟ والله ابو علي انت مبدع يا اخي. لا يعني على المسرح أنا الحالة. انت تعيش الحاله. الحين عشت الحاله. الابداع دائما حاله بالحاله، حاله داخليه يعني بينك وبين نفسك العمل. بس انا الحين عايش الحاله. وعلى فكره لحظه الابداع لحظه مقدسه، ما تدخل اي حد ما بينك وبين الاخرين. يعني زين ليش قاعد؟ قوم اطلع برا انت. ابى اعيش وياك الحاله. انت بتعيش وياي حاله شيء ثاني انا اقول. زين؟ ايه. هذه ادوات النحت المباشر والى اخره، ممكن نعمل هنا اي حركه فيهم بالمطرقه بالهذا، نسوي بعض التاثيرات الى اخره. انواع طبعا تشيزلز وعمال هذا وايد اشكال. شوف يوسف انا بيك يكون البس لبس مال اني اسوي اوفر هول. ممكن إيه صح. ممكن تعال حياك، لان الحين احس روحي مقيد، يعني حالتي مقيد الحين، غتره وعقال ودريل ما يركب طبيعي. صح ولا؟ بس بغيت اراويك نموذج يعني. لا انت وانت اشتغلت مبدع ما شاء الله عليك. الله يخليك. لا والله ما عليك زود يعني إيه؟ شايف يعني انا والله اشوفه نموذج حلو. زين سؤال عندي بروحي، يعني لو انا بغيت احط مثلا لون مسحه معينه على الكرب من حقك يصير كيفك؟ ما يغير النموذج؟ لا ما يتغير طالما انت عايش اللحظه. سوي لي اي، لان يمكن احس فيه انه يباله هاللون او يباله. لو سويت شيء مره ثانيه بقول لك لا اسمح لي ابو علي، عطني ابداعك مش ابداعي انا. صح، والمفروض اسوي اللي عندي انا. عليك. خلينا نتكلم عن اللون. عطني شيء شيء خل اعرف موضوع اللون وتاثيراته على النفس. لذلك تجد مثلا الوان في المستشفيات الوان هاديه، الازرق الخضار اللي هي ما تثير يعني صحيح. مش احمر لا. ولا لون اصفر، ولا يعني لون اصفر دائما يجيب اللون اللي فيه عدم المأخذة اللي يخليك دائما انت تحت، فلازم يكون لون هادي. زي ما قلت لك اللون احيانا بالفعل يعطي تاثير داخلي غير عادي. صحيح. في ناس ما تحب اللون الاخضر خاصه، يقول لك انا احب اشوف السماء مثلا. صحيح. اوكي. كثير اللون له تاثير معاك بس داخلي ما حد يبوح فيه. صح. عرفت كيف؟ يعني ليش مثلا نحن الان في الامارات يعني او في منطقه الخليج العربي نلبس الكندور البيضاء. صحيح. تاثير نفسي انه على اساس هذا يخلي اجواءنا بارده وويلة. غير عن اللي في الصحراء. اللي في الصحراء ملابسهم داكنه على اساس ياخذون الحراره. الدفء والحراره. الدفء والحراره. صحيح.
إذا أهمية اللون وتداخله في داخلك يبقى تفسير عندك صح, صح ولا؟ صحيح. يعني المهم جدا انك تعيش الحاله حسب ما تراها انت, مش اللي يشوفه غيرك. اذا غصنا بالفن ما راح نخلص, وايد عندنا ما شاء الله وايد الحمد لله. وايضا حلقتنا فيها وايد, عشان كذا يا ابو يوسف بننتقل لفقره ثانيه. فقره الاسرار. الاسرار؟ ايه. وش تبغى في الاسرار انت؟ عاد هناك بنشوف حمان, تقول اسرار بقول لك يا انا واضح قدامك ما في عندي اسرار. الاسرار انت بتعرف شو داخل قصدك انت؟ لا لا جاهز. لا انا بقول لك انا بس اسمع على الاسرار احنا جبناها مالك. الله جاهز عي... الله يعيننا جاهزين. خلاص الله يعين ابو علي. بس اسرار ها تاخذ بالك. لا 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 ما اي اسرار يلا اوكي. خلاص خلينا نرجع انا اكمل هذا لما اروح الاسرار. اوكي يا الله ابو علي. الله يحييك. وين 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 ما ابغى اشوفك. انورت واسفرت. انورت واسفرت يعني انا منور الحين. اي منور انا منور انا دوما منور. الله يحفظك. الله منورين بوجودك. يا الله ابو علي يا مرحبا بك. الله يحييك. سنين ما شفناك. اي صدق ما نلتقي. ما نلتقي مشاغل الدنيا. اي والله مشاغل الدنيا وعيال 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 كبرت والعيال كمان كبروا اللي وياهم خلي على الله. اي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ابو يوسف دائما الواحد عنده اسرار في حياته. وانت ما شاء الله يعني انا اللي اعرفه عنك كنز اشرار. اسرار مو باشرار. اسرار هاي بروح طلعت اشرار فيها عادي متعود عليك. لا والله ما شارب ماي. زين زين زين. اول شيء بندخل في سر من اسرارك, فريق كره القدم اللي كونته عند دوار البلديه شو وكنت انت حارس وطردوك ما ادري ما يابو عليه جول شو انا بعرف السالفه هاي. يا طبعا الرياضه بادئه معي من يوم كنت في الكويت. اكيد كنت ألعب حارس مرمى. قبل ألعب حارس مرمى كنت أنا هجوم, بعدين مستوى لك عليه شوي لعب جناح هم رجعوك وشوية دفاع لا صرت حارس. المهم غلبونا وأنا الحارس. خلال 24 ساعة شكلت فريق وغلبت الفريق اللي غلبني وفليت الفريق. عشان طردوك؟ عشان طردوني بس. لا دوار الحكومة اللي هنا في الشارجة عندنا إيه؟ اللي عدها دوار البلدية الله يحفظك ما كان في إضاءة زين. وكنت يا دوب ديش اليوم يعني نظارة بعد كنت ألبس أكيد. فلما تغيب شوية الشمس عيوني عيدك مبارك تستوي ما شاء الله ما أشوف شيء كله أوت أوف أوردر يعني. والقوال من يمين بكل مكان كل مكان. أنا أوقف بالنص قلت يا شوف يا بدي يا بدك والقول خذ خذ بعد صراحة راقوني أكيد. مثل الحراسة اليومين البلنتي هم يختارون زاوية أنت في اللعب كنت تختار كل زاوية طبعا. وما الكرتي لا لا ما بتجي لكن يعني الموضوع صار أوفر علي فحسيت نفسي بالفعل هم جزام هم اللي راغوني أنا مرت نفسي. لا لا زين سوي إيه أقول لك إيه لا أخذت إيه. نفسي الكبرياء طبعا إيه لأن لاعب كيف لا يمكن لا. فريق يوني الاحتراف يوني أو شيء. وأنا عارفك أنت عزة النفس أهم شيء عندك. آه طبعا إيه هم اللي راغوني أهم الكرة. حبيبي يوسف حبيبي الغالي. زين شو سالفة الغناء للأطفال؟ أنت بديت الغناء للأطفال وغنيت قبل هاي من ضمن أسرارك طبعا. بعد أصلاً أنا ما كان مشروع إني أكون مطرب ولا كان مشروع إني أكون يعني إحنا كنا نحرك الساكن لما كان طبعاً ضمن حياتي الكشفية والمدرسة وتقليد المدرسين مدير المدرسة أصدقائي وربعي فهذه أيضاً في حفلات السنوية مالت المدرسة كنت أطلع أقول من الرجال وأغني أقلد المدير وأغني عليه أطلع نكات عليه وشغلات مقبلة أيوة. وبعدين عقب الكشافة استمرت شغله معي هذا بعد لحد ما وصلت وغني طبعا معنا طلبات الامارات. زي شو تتذكر شيء من الاغاني؟ تحرجني. لا لا ما بحج ما تخبر ما الاول هذا ما تخبر حد. لا 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 هاي بيني وبينك بس. اوكي خلاص شايف حد كان في ميلود سويته انا اسمه يعني حق اسمه كذاب زين كذاب 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 شفت بقره تحت الخاله تشرب لبنات خلاص. انت رقصتي ولا بس تغني شيء؟ لا لا اغني ورقص؟ انا اقول يعني شو سويت اول؟ لا المهم في هالاشياء بعدين انتقلت صار طبعا كان زميل وفنان قدير وكبير كان كنت عايش معه انا
ويعني اروح مع الاستديوهات، اروح مع ال كل اماكن حفلاته وكذي. بعدين صار مثل يعني قلت ليش انا ما اتحدى نفسي واروح، ودخلت الاستديو وسجلت. زين سجلت اضحك اضحك للدنيا تضحك لك، شيل عنك بعض الاحزان. انت وين نزلتها؟ نزل في اذاعه قبل كان بظبي، فصار انه شو يعني انه فتره غنيت، لكن يوم صورت المساله يوم صورت ومن اللي كانوا معي في الاطفال يعني صورتها في استديوهات دبي مثلا يعني الكورال والكورس واللي يرقصون على الاغنيه هذيل الان ما شاء الله سوى يدات. اي طبعا اكيد يعني تتكلم انت يوم كان عمرك 13 14 سنه تقول. هي بس الان عقب الجامعه عقب طلعت الجامعه وهالسوالف، لكن انا ما مقتنع بنفسي يعني اني انا اكون جيست ولا مطرب، لان صاحب بالين كذاب. نبغى ننتقل لسر ثالث، والسر هدف القاهره. شو سالفة هاي مشيتك للجامعة من شارع 21 محي الدين بوالعز؟ بوالعز اللي حصل اني انا كنت انتظر اوراقي من ادارة القبول عشان احولها من العالي للفنون المسرحية. اداوم سنة كاملة اثر قبولي طالع في جامعة عين شمس، والكل يعرف يعني عين شمس تختلف عن القاهرة. فاللي حصل كنت اخذها كعابي من شارع محي الدين بوالعز بين السرايات الى الجامعة، ومن الجامعة اروح بس كذي يعني بس واتعرف على الناس وعلى بتاع الفول، واذا خلص الفول ما شاء الله مصر اجواء هناك، اذا خلص الفول انا غير مسؤول. ما فكرتش يوم على بالك تفطر عندي، يوم سهرني رفشة بالبقعة. رفشة بالبقعة. قول ليش تحب المسرحية هاي؟ شو السر؟ المسرحية أيضا بعد لها قصة. المسرحية هذه طبعا ملك يبحث عن وظيفة، وكان أستاذ الدكتور الفاضل مايد بوشليبي بالإعداد، وبعدين شفته هو يرمينا يمير شمال، أنا روحي تعرفه أنت أدربوا علي. قلت يصير خير خلاص اسمه مكتوب. الدكتور ماجد بوشليبي أيام الأستاذ ماجد بوشليبي. أي نعم. واتصلنا في واحد اسمه حسن رجب، تعرف أعتقد. أتذكره. في شقته كان قاعد. أيوه والظهر شغل أفيهات وكلام. زين. وخلصنا المسرحيه. ليش؟ لان انا ما اتفقت مع اخوي مايد بهذاك الاتفاق، وخذ اعطاني بس العمود، لكن انا ما اعرف لازم افيهات، فاشتغلنا رفشه في البقعه. ايوه. وايضا بعد غنيت فيها. غنيت فيها. غنيت فيها رفشه في البقعه رفشه كل الناس مرتبشه. واللي استوى في الديره. زي البنطلون، هاي شو سالفه البنطلون يوم رفضتوا وتروحون تشتغلون بروفات؟ يا اخي وين تجيب السوالف هاي؟ اسرار ترى قلنا اسرار. بنطلونات وين؟ هاي الله يسلمك، كان الاستاذ الفنان الاردني القدير صلاح بهنود. وكان الله يمسيه بالخير اخوي محمد حمدان ومجموعه الاساتذه كانوا موجودين ويانا في الفرقه. قال لي لازم نشركم نسوي لكم بوتي تكنيك. اوكي. فيا ابونا استاذ صلاح هنود كان ايامه يصور مسلسلات بدويه في يعني في الامارات. في العين. قال خلاص بحطكم اياه مثل يعني مشرف مدرب شيء. فاجتمعنا وقررنا فرحانين، في شباب متحمسين يبون مشرف يعلمنا كيف نمثل وهالسوالف. فقال اول شيء بكره لازم تجيبون معاكم تلبسون بنطلونات. وانتم راح يطلع ثلاث بنطلونات، ثلاث ارباع الفرقه ثاني يوم ما حد يجي. وسبق قال لكم وين احصل بنطلون قد يعني ما عمري لبس بنطلونات. ورفضت. رفضت طبعا. رفضنا. بننتقل لمرحله ثانيه من فقرتنا، ايش رايك انت جاهز؟ عليه يلا يلا وياكم. حياك حياك يا ابو ياسر. بعد هذا التمثال يعني مثل حاله من حالاتي. خبرني عنها. الحالات اللي انا امر فيها احيانا بشر نحن صح، ساعه تمل ساعه اضحك، لكن في داخلي يبقى في شيء، خاصه لما يكون حد مضايقني بشيء. ايوه. فشوف التمثال هذا ترتاح؟ وارتاح صراحه اقول لك. هو ابيض ساعات احطه في وسط الشارع ثم اطالعه، ساعات احطه قدامي ثم اطالعه، ما بعشان شيء بس ساعات احس نوع من التنفيس، اعمل علاقه شو اقول لك وجدانيه بيني وبينه. زين سؤال الحين، انا وصل قد تمثال تم تضايق؟ اكيد. شو اسوي زين؟ انت تقول الحين هاي فضفض فر انسرق عنك انكسر شيء، شو بسوي؟ دورت عليه صار لي فتره، انا اشكر المعدين جهزوا لي لقوا لي اياه، كان مستخبي من زمان هذا ما ادري وين، الحين لقيته. اشوفك الحين مرتاح. مرتاح طبعا عليك وعلي. وبعدين على فكره انا كل اعمالي ضايعه في المطارات، ما في تامين زمان، ما في انشورنس مثل ما الان.
فبالتالي اعمالي يضيع، ساعات ازعل واسوي، بس هذا ما بضيع عني، ولا عادي متعود يتكسر يضيع العمل، ساعات ياخذون معرض ما ادري وين ما يرجع. طبيعي يصير هذا دائما. الحمد لله. ويوسف حبيبي احنا استمتعنا اليوم معك الصراحه بهذه الجوله الجميله وبهذه الانجازات والذكريات والاشياء هذه. كان ودنا يعني لو حلقتنا 3 ساعات اظن ما راح تكفي وياك انت، لو احنا نخوض بس بالاسرار هاي بروحها، هاي بروح يبالي 2 حلقتين 3. جزاك الله خير. حاضرين ابو علي وانت الله يخليك. الله يخليك. ويعني اللي تشوفونا تقريبا الان على الاقل تحسوني موجود. لا لا موجود، لان حقيقه انا بالفعل انا كثير يعني وتعرفون حاولتني اعتذر اعتذر اعتذر، بس بعدين صار ضغط علي. لا دكتور، بالفعل انا معتذر عن اشياء كثيره يعني، وبالذات الظهور. دكتور انا دائما اقول حق الجيل اللي مثلنا وشرواك والطيبين هذيله، ما مفروض احنا يعني نعتذر، يعني ترى لما يكون نكون احنا مختفين فتره ما لذن بالجيل الجديد انه ما يشوف هذيله وما يشوف الاعمال وما يشوف شو عندهم من ذكرياتهم الجميله هذه كلها، هذا حق علينا بيني وبينك. بس ابقى انا من الداخل مبدع، لما يهملون مبدع احيانا تراها صعبه. لا ان شاء الله. انتم حاولتوا بكل الطرق الان شويه يعني تنهضون معي بالهمة شوية. أكيد أكيد. يعني أنا دائما معك يا أبو يوسف. الله يحفظك. لكن بالفعل أنا وقفت عن أشياء كثيرة، لكن نزول رابطكم. لا لا لا، أنا واقف ومتعد وايد، لأن تعرف المسألة فيها تعب كثير يعني. طبعا طبعا. الحمد لله رب. أشكرك يا أبو يوسف، وإن شاء الله نلتقي في أماكن ثانية وأحسن يا رب. إن شاء الله. حياكم الله ونورتونا وزارتنا البركة. الله يخليك. روني الدر. يلا تفضل. بعد تفضل. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.